صحيح صحيح. وليتهم قالوا والمريد إما أن يكون سفيها وإما أن يكون حكيما، صحيح ولا لا؟ والأول سفيها ممتنع فلازم الثاني وهو الحكمة، لكن ما قالوا هذا، ما هدوا إلى أن يقولوا هذا. نعم، مع العلم أن هذا من أظهر ما يكون. المريد الشيء يجي صبي مريد الصبي مسك فنجال الشاهي وضربه البيض، أراد ولا ما أراد؟ حكمة ولا سفة؟ سفة سفة ولا لا؟ واضح. إذن كل مريد فإما أن يكون حكيما وإما أن يكون سفيها، والثاني ممتنع على الرب عز وجل أن يكون سفيها فلازم أن يكون حكيما، لكن ما يقول هكذا. إينا، ولهذا يقول فعل الله وحكم الله وتشريع الله لغير الحكمة لكن لمطلق الإرادة. طيب بارك الله فيكم، الآن هذا دليل العقل لإثبات هذه الصفات السبع، فما جوابنا على همتنا؟ والباقي كل محوه من قاموس الكتاب والسنة ولا أثبتوه. طيب وش هذا، تناقض ولا لا؟ تناقض من أعظم التناقض. فنحن نرد عليهم بأشياء كثيرة وجوه عقلية. أولا نقول اعتمادكم على العقل فيما يثبت لله وينفى عنه هذا باطل من أصل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والخلفاء من والأئمة من بعدهم ما جعلوا مدار الأشياء هذه على العقل. فالاعتماد على العقل طريق محدث بدعي ضلال، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه واحد. ثانيا نقول اعتمادكم على العقل مخالف للعقل، ما نقول عقل لا يثبته، نقول هو مخالف للعقل. وبين هذه والتي قبلها فرق. كيف يكون مخالف للعقل؟ لأن من المعلوم لكل أحد أن طريق الإثبات في هذه الأمور هو السمع. ليس لنا طريق أن نثبت لله تعالى من ذلك شيئا أو ننفيه إلا عن طريق السمع، أليس كذلك؟ فالعقل إذن العقل يؤيد أننا لا نعتمد في إثبات هذه الأمور أو نفيها إلا على السمع لا على العقل، فصار تحكيم العقل في هذه الأمور مخالفا للعقل مخالفا للعقل. ثالثا أن نقول يمكن أن نثبت ما نفيتموه بالعقل كما أثبتتم ما أثبتموه بالعقل. ونقول مثلا جلب النعم ودفع النقم دليل على إيش؟ على الرحمة، فلتثبت كما استدلتم بالتخصيص على الإرادة. ونقول عقوبة المجرمين ومثوبة الطائعين دليل على كراهة الأولين هو محبة الآخرين، أليس كذلك؟ إذ لا يمكن لشخص أن يمسك إنسانا ويجلده ويضربه ضربا غير مبرح، والله إني أحبك أحب إلي من كثير من الناس، ها؟ وهو يضرب، العقوبة تدل على إيش؟ على الكراهة. لكن واحد يضرب شخص ضربا مبرح ويجلده، والله إني أكرهه، صادق ولا لا؟ صادق. طيب إنسان آخر دعا شخصا إلى بيته وأكرمه غاية الإكرام وألبسه من خير اللباس وأركبه من خير المركوب، وقال تدري لما فعلت بك هذا؟ قال نعم، قال لأني أكرهك. يمكن هذا ولا ما يمكن؟ ما يمكن. إذن مثوبة الطائعين وعقوبة المجرمين دليل واضح على أن الله يحب الأولين
ويكره الآخرين. واضح؟ طيب، فنقول لهم يمكن أن نثبت ما نفيتموه بأي طريق؟ بطريق العقل، كما أثبتتم أنتم ما أثبتموه بطريق العقل، بل إن إثباتنا قد يكون أوضح. طيب، رابعا أن نقول لهم هب أن العقل لا يدل على ما نفيتم، هب أن العقل ما يدل على إثبات الرحمة لله أو إثبات الرضا أو الغضب أو ما أشبه ذلك، ولكن السمع أثبته، السمع أثبته، فإذا انتفى الدليل العقلي على زعمكم فقد أثبته الدليل السمع. والقاعدة التي أطبق عليها جميع العقلاء أن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول. واضح القاعدة هذه؟ انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول، لأن المدلول قد يثبت بدليل آخر، فهب أن هذا الدليل انتفى لكن فيه دليل آخر. وكما أن هذا في المعقولات فهو أيضا في المحسوسات. أرأيت لو كان لمكة ثلاثة طرق فأردت أن أسافر إليها، فجاءني رجل فقال إن الطريق الشمالي مغلق، أقول طيب بلية أروح مع الطريق الوسط، قال مغلق، إيش أقول؟ أروح مع الطريق الجنوبي. فهل إذا انسد طريقان يوصلان إلى مكة ولا ثلاثة طرق يستلزم انسداد الثالث؟ لا. فإذا كانت هذه الصفات كما زعمتم لا يدل عليها العقل،